أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن تطورات الأوضاع في محافظة شبوة. أعلنت قوات الجيش السيطرة على مقر المجلس الانتقالي بعد مواجهة عنيفة شهدتها مدينة عتق بمحافظة شبوة. واستكمل الجيش السيطرة على مدينة عتق بعد تمكنه من إسقاط معسكر ثماد إثر معارك مع قوات النخبة الشبوانية. إلى ذلك قال مصدر في السلطة المحلية بشبوة إن ما يحدث في المحافظة هو محاولة لاستكمال مشروع الانقلاب على شرعية الرئيس هادي وإسقاط مؤسسات الدولة واستخدام العنف والسلاح. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: دلالات انتصار الجيش في شبوة وخيارات الحكومة في مرحلة ما بعد شبوة. انتصار جديد تسطره القوات الحكومية في محافظة شبوة وتحديدا في مدينة عتق عاصمة المحافظة. الانتصار الجديد جاء بعد استكمال القوات الحكومية السيطرة على المدينة وطرد مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. مصادر عسكرية أكدت تمكن القوات الحكومية من السيطرة على 3 معسكرات كانت تابعة لقوات المجلس الانتقالي في المدينة، وهي معسكر ثماد الذي يقع شمال شرق المدينة ومعسكر شهداء إضافة إلى معسكر مرة. يأتي التصعيد في محافظة شبوة بعد نحو أسبوعين من تمكن قوات الانتقال المدعومة إماراتيا من السيطرة على محافظتي عدن وأبين، وهو الأمر الذي شكل حافزا لها للسيطرة على محافظة الجنوب الأخرى في سيناريو تحاول من خلاله فصل شمال الوطن عن جنوبه. وتكمن أهمية شبوة في مواردها الطبيعية، حيث تضم حقولا ومنشآت نفطية ومينائين استراتيجيين يصدر منهما النفط والغاز. ويرى مراقبون أنه بتحرير شبوة لم يقطع الجيش الوطني الطريق أمام قوات المجلس الانتقالي في سياستها لتقسيم البلاد فقط، بل ساهم أيضا في استعادة ثقة الشعب بالجيش والحكومة مجددا، والتي كانت قد انتكست بعد سقوط العاصمة المؤقتة عدن. جدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن المحلل السياسي سيد عبد الرقيب الهدياني. أرحب بك سيد عبد الرقيب، وكذا أرحب بمن ينضم إلينا من عدن أيضا المحلل السياسي السيد صلاح السقلدي. لكن أبدأ معك سيد الهدياني، برأيك ما هي دلالات تحرير مدينة عتق من قوات النخبة الشبوانية؟ مساء الخير، التحية لك ولمتابعي القناة ولضيفك. يمكن القول اليوم أن محافظة شبوة كما أكدنا سابقا في كثير من المقابلات واللقاءات أن للشرق، محافظة الشرق وهي شبوة، المهرة، حضرموت، لديها مزاج آخر، هواء آخر، واقع جغرافي وسكاني يختلف، يعني هذا واضح في كل شيء. وأن مشاريع التجزئة، مشاريع التشطير، مشاريع القروية، مشاريع الجهوية التي تصدرها يعني يصدرها 3 مناطق في لحج، ضالع، يافع، رجفان، هذه لا تناسب هذه الأرض المفتوحة، المفتوحة على العالم، المفتوحة على البحر. بالتالي اليوم صدقت الحقائق، هي شبوة تلتحم، تلتف وتكسر هذه الميليشيات وتصنع حاجز صد قوي وتغلق بواباتها أمام هذه الميليشيات وأمام هذه المشاريع العنصرية الجهوية المناطقية. اليوم بانتصار شبوة، بدحر هذا المشروع، بانكساره في بوابات شبوة، يعني يتحقق للداخل والخارج أن هذا المشروع لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يكون قابل للحياة، لا يقبله اليمنيون، عليه أن يجدد من فكره ومن منطلقاته. بانتصار اليوم شبوة سيكون هناك تداعيات وارتدادات وتطورات أخرى في أبين، كذلك في عدن. بالتالي اليمنيون لا يمكن أن يعيدوا الماضي، ماضي التشطير وماضي التجزئة،
وماضي القروية والعنصرية. المجلس الانتقالي يمثل 5% من جغرافيا وسكان المحافظة الجنوبية، وبالتالي محاولة أن يتمدد أكثر من حجمه ومن وضعه الطبيعي، هذه هي النتيجة. فهو اليوم يضرب ضربة قاسمة مدوية تتناقلها وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالتالي عليهم أن يعرفوا قدرهم وأن يعرفوا حجمهم الطبيعي. تفضل بالبقاء معي السيد الهدياني، وأذهب إلى ضيف الآخر السيد صلاح السقلدي، أرحب بك. سيد صلاح، بداية، ما الذي دفع المجلس الانتقالي للتصعيد في شبوة عموما وفي عتق بالتحديد؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. ما حصل في شبوة في تقديري هو عملية إعادة احتلال للجنوب مرة أخرى، أو محاولة إعادة احتلال للجنوب من قبل غزاة عام 94. فما يتم اليوم هو إعادة لملمة تلك القوى التي تعتقد أن الجنوب في 2019 هو نفس الجنوب عام 94، وبالتالي هي ما حصل اليوم حصل عام 94 وتم اكتساح الجنوب عام 94. وماذا حصل بعد 94؟ تم تمرير هذا الاحتلال وتم دوسه من قبل الشعب في الجنوب وعبر الاحتلال عبر الحراك الجنوبي وجرى ما جرى. فإذا كانت هذه القوة تحاول أن تعتقد أن تعيد الكرة مرة أخرى فسيتم تمريرها مرة أخرى كما تم تمريرها عام 94 وعام 2015. ما يتم اليوم في الجنوب هو عبارة ما يتم في شبة تحديدا، كشف لي من وجهة نظري كشف ثلاثة أمور على الأقل. أولا، أن ما حصل في شبة لم يكن إلا ضغط شمالي بصريح العبارة وبامتياز، وإن تم استخدام عناصر جنوبية. لماذا حصل في شبة؟ لأن امتداد الجغرافيا والامتداد أتى من مارب. لماذا لم يحصل في أبين؟ لأنها جنوبية خالصة، ولأن عندها شعور بالوطنية وبالمسؤولية تجاه شعب الجنوب، وعندها رفض وإباء لهؤلاء الغزاة الذين يحاولوا الآن أن يعيدوا موضوع نفسهم من جديد. حزب الإصلاح يلعب بالنار، حزب الإصلاح يلعب بذيل الأسد الجنوبي. فما يتم اليوم هو إعادة محاولة من الإصلاح، والإصلاح يتخفى خلف الجدار الجنوبي، فهو يتحد من عناصر جنوبية ساترة له، يعتقد انه سيمرر هذه المره. ولكن الايام والسنوات التي مضت كانت خير درس، والذي مفروض ان الاصلاح يعتبر من هذا، وان حاول مره اخرى ان يفرض على الجنوب مشروعه باسم مخرجات الحوار وما الى ذلك. فقد حاول عام 94 ان يفرض ولكنه فشل. الاراده الشعبيه الجنوبيه لا يمكن احد ان يتجاوزها او يستخف بها. الإصلاح يتخذ من هذه الشرعية، يتخذ من الشرعية كمظلة له لإعادة احتلاله للجنوب، ويتحالف مع كل القوى سواء عام 94 أو 2015 حتى. فما يتم اليوم في شبة أرى هكذا بأنه عبارة عن حلقة أو محاولة سيتم كسرها إن شاء الله، لأن الجماهير، لأن الحاضنة الشعبية الجنوبية ترفض هؤلاء الغزاة حتى وإن استخدموا عناصر مأجورة، عناصر سفلة على أراضي الجنوب، ووظفوهم لهذا المهمة ليقوموا بدور أعداء رغال مثل الذي كان يتحدث عندك الآن. فأنا أتحدى أي واحد أن يثبت ما هي القوى الأساسية، القوى الرئيسية، القوى الفاعلة بالجنوب، وأن لكن إلى الآن لم تجبني سيد السقلدي. إلى الآن سيد السقلدي لم تجبني إلى الآن على سؤالي. إذا كان هذه الجماهير لا تعبر عن الشعب الجنوبي، فمن الذي يعبر عنه؟ سيد السقلدي، إلى الآن لم تجبني عن سؤالي. ما الذي دفع المجلس؟ إذا كان حزب الإصلاح يعتقد أن إذا كان هو يعرف أن لديه قوة جماهيرية قوية، لما تأخر وأن نزل الساحات؟ إذا كان المؤتمر الشعبي يعرف هذا، لما تأخروا عن ثلاث ساحات. فالجنوب شعبا وقيادة ومجلس انتقالي وحراك ثوري ومجالس حراك ثوري ونخب وأحزمة أمنية ومؤسسات أمنية وجيش، كله اليوم يتخندق في خندق القضية الجنوبية. هذه القضية التي يرفض غزاة 94 أن يعترفوا بوجودها ناهيك عن أن يحلوها. ففرض مشاريع جديدة ستفشل. لماذا يتم اليوم تركيع الجنوب باسم الوحدة أو الموت، ولكن بصيغة أخرى اسمها المخرجات أو الموت؟
يا أخي أنتم تحاولوا مرة ثانية أن تعيدوا التاريخ ولكن على شكل مهزلة. يعني هنا في القناة نحن لا نحاول شيء، نحن نحاول أن نعرض الآراء سيد الصقلدي، وإلى الآن لم تجبني على سؤالي ما الذي دفع المجلس الانتقالي للتصعيد في عتق، لكن أخذت وقتك في طرح ما تريد. أنتقل إلى السيد عبد الرقيب الهدياني، أو أعود إليك سيد الهدياني. يعني ضيف الآخر يتحدث على أن هناك محاولة لإعادة احتلال الجنوب، لكن إلى الآن برأيك ما هي الأسباب، يعني لم نفهم إلى الآن ما هي الأسباب التي أدت إلى التصعيد في شبوة عموما وفي عتق بالتحديد، برأيك لماذا حدث ذلك؟ هذا الخطاب الموتور المتشنج العدمي الذي تسمعه الآن هو خطاب يعني بلا رؤية، خطاب المجلس الانتقالي أشبه بمجنون، مجنون حمل بندقية خرب الضالع وخرب لحج وخرب عدن وأسقط المؤسسات واقتحم معاشيق ونهب معاشيق ثم انتقل إلى أبين وخرب مؤسسات الدولة ويريد أن ينتقل مرة ثالثة إلى شبوة. هذا هو المشروع العدني، هؤلاء ليس لديهم مشروع، مشروعهم ضرب المشاريع، وبالتالي 4 سنوات وهم المسيطرين على عدن ولحج والضالع، أغلب المحافظين للمحافظات 5 الجنوبية الضالع لحج عدن شبوة سقطرى، هذه محافظات كانت تدار من قبل قيادات المجلس الانتقالي، لم يقدموا شيئا، لا يستطيع هؤلاء أن يقدموا شيئا، لا يملكون مشروع للحياة ولا للاستقرار ولا للتنمية، لا يملكون إلا أن يحملوا بندقية وأن يخربوا. هذا هو الواقع الذي نراه اليوم. اليوم أول مرة يجدون أنفسهم أمام معركة حقيقية ومواجهة حقيقية مع الشعب الجنوبي، شبوة جنوبية، الذي يواجهونهم اليوم هم جنوبيون، جحدل ومحمد صالح عزيز وحنش وبحيبيح، هؤلاء الجنوبيون خالصون من رفضوا مشاريع القروية والعنصرية والمناطقية، هم جنوبيون أبناء شبوة يمانيون أصلاء. بالتالي ترويج هذه الخطابات، هذا الكلام العدمي القروي الذي لا يؤمن بالآخر، هؤلاء سيظلون هكذا لا يملكون مشروع، إما أن يتم تأطيرهم عنوة على النظام والقانون أو هم مشاريع هدم وتدمير وارتزاع. دمروا عدن، دمروا الضالع، دمروا لحج، ويعني تكالبوا وأسقطوا أبين، ويريد أن يخربوا المنطقة النفطية التي تتقاطع فيها مصالح اليمن ومصالح الدول، لا يفقهون شيئا. نحن اليوم أمام مشروع مجنون، مجنون بلا رؤية. صلاح الصقلدي يتحدث ويوزع التهم الإصلاح والشماليين وحتى يولد القناة، يعتبر القناة التي يتحدث إليها جزء من الاحتلال. هذا مشروع عدمي ينبغي أن يذهبوا إلى مصحات، أن يعاد تأهيلهم، أن يعاد تأهيلهم. يعني دعنا سيد الهدي، يعني دعنا ندخل في يعني إطار شخصي ما. على كل حال أشكرك على وجودك معنا المحلل السياسي سيد عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. قبل أن أعود إليك سيد صلاح، أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض، أمين عام حركة النهضة الجنوبية السيد علي الأحمدي. أهلا بك سيد الأحمدي. بداية، كيف تنظر إلى واقع المواجهات في شبوة وانعكاسها على الوضع في المحافظات الجنوبية بشكل عام؟ أهلا بك أخي الكريم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وضيوفك الأكارم. الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة حصل فيها كثير من الخلط والتلبيس، حيث روج بآلة إعلامية كبيرة ساهمت فيها دول مع الأسف هي مشاركة في التحالف، بكل وضوح دولة الإمارات ويعني أجهزتها الإعلامية و من تدفع لهم من إعلامي الجنوب. حاولوا تصوير المعركة أنها معركة لمشروع استقلال دولة الجنوب، وهذا الأمر أمر واضح يعني أنه كلام مكذوب ومغالط فيه، لأن دولة الجنوب أصلا لا يوجد هناك مشروع قائم في عدن، يعني الأذرع التابعة للإمارات في عدن لم تقدم لحد الآن أي مشروع واضح المعالم لدولة الجنوب. كل ما جرى منذ يناير 2018 هو تقدم سيطرة على بعض المعسكرات ثم التوقف باتصال هاتفي
بانتظار إملاء الممول. فالفكرة كان تعرف الإمارات أن إسقاط الدولة وإسقاط الحكومة الشرعية سيقوض يعني فكرة التحالف العربي بشكل عام الذي جاء لإعادة الشرعية ودحر الانقلاب الحوثي على الدولة. لذلك كان يتم السيطرة على المعسكرات فقط وتبقى الحكومة وتعود الحكومة لممارسة العمل. الآن ما حصل في عدن هو أنهم كانوا ينتظرون عودة رئيس الوزراء لمزاولة مهامه من جديد، صرف الرواتب وتشغيل البنك المركزي وإعادة الأمور، وقصار الجهد أنه سيعطون بعض المناصب سواء وزارات أو غير ذلك، بينما يمسكون بالمعسكرات والأرض. هذا ليس هو مشروع دولة الجنوب. الذي يعرف الأخ صلاح، الأخ العزيز صلاح التقلدي، يعرف ما هي فكرة دولة الجنوب، أن يعود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة بعلم، ببنك مركزي، بحدود، بجيش. الجيش الذي يقولون أنه بني جيش جنوبي هو في الحقيقة ميليشيات أمن، يعني أكبر سلاح لديهم هو شاص ودشكة، ومعدل هذا أكبر سلاح. أي جيش هذا الذي يقال أنه بني ويسمى الجيش الوطني الجنوبي؟ هذه الأمور تم تسويقها طوال السنوات الماضية، وتم تعبئة الشارع الجنوبي بهذه الأفكار المغلوطة، ولكن تم توقفها وانكسارها في محافظة كبوة. أين ذهب هذا الجيش؟ تلاشى، تبخر. أين ذهبت المسألة الاحتواء الجنوبي؟ يعني عندما تأتي قوات عسكرية لطرد محافظ المحافظة وطرد المسؤولين الذين ينتمون إلى المحافظة من أبناء شبوة وهم جنوبيون، قادة عسكريون معروفون، انتماءاتهم متعددة، هناك منهم إصلاح، هناك منهم مؤتمر، هناك منهم اشتراكي، بل هناك منهم من الحراك الجنوبي، من يعني تقلدون عدة مناصب في السلطة المحلية في شبوة. فالحاصل أخي الكريم، المشروع الذي كان يأتب وهو أو قادم إلى شبوة هو مشروع فوضى يدار من الخارج. طيب، هذه وجهة نظرك سيد الأحمدي. دعني أعود إلى السيد صلاح الصقلدي فيما يتعلق بالمعارك الحالية الآن. هل انتهت مسألة شبوة بالنسبة لما تراه سيد الصقلدي، أم أن السيطرة على أعتق ستتغير؟ هل انتهت المعركة؟ كيف ترى الأمر؟ لم تنتهي المعركة حتى تحرير آخر شبر من أرض الجنوب، هذا أولا. أما فيما يخص ما جرى في شبوة فعام 94، سأذكرك وذكر السادة المشاهدين جميعا ويسمعوني جيدا هذه العبارة التي سأقولها. في عام 94 قال الشيخ عبد الله الحسين الأحمر لإذاعة لندن، قال اليوم لقد احتلينا شبوة. نعم، احتلت شبوة عام 94، وماذا جرى لك بعد ذلك؟ اليوم تعيد احتلال شبوة وقد تنجح، نعم، لكن ماذا بعد احتلالها؟ فما يتم في شبوة هو عملية إعادة احتلال الذي تحدث عنه قبل ربع قرن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. فأنت ما في شبوة وأنت مقبلوا من ذلك، فلكنهم لا يتقبلوا من الاستمرار فيها. وما حصل ما هي إلا جولة واحدة، معركة من ضمن الحرب كامل في الجنوب اليوم، له أنياب ومحارب ناشبة، لن يسقط ولن يعود مرة ثانية هذاك الحمل الوديع. اليوم الجنوب هو نمر يزعر، أسد يزعر، لا يمكن وقفه أو تجيبه مثل هذا السفاسف الأمور التي الذي يتحدث عنها ضيوفك من خارج الحدود. نحن أنا أكلمك اليوم من داخل الجنوب، من داخل الشارع أكلمك وأنا أسمع ماذا يقول صاحب التاكسي، ماذا يقول صاحب المطعم، ماذا يقول صاحب المقهى. أنا أكلمك عن مرض الشارع، ماذا يقول لكم؟ أنتم غتاح، فلترحلوا، إن لم ترحلوا سلماً فالبندقية ستعرف كيف تتفاهم معكم. هذا أنا أكلمك من منطقكم، هذا منطقكم طبعاً مع أعضاء الشيخ، وهذا منطقكم اليوم الذي تكرروه دون أن تلتفتوا إلى أن هنا قضية جنوبية يجب أن تحل، قضية جنوبية سياسية يجب أن تحل، وليس يتم عليها مشروع تم صياغته داخل فندق وبنديك من طرف واحد لطرف غزات 94. فما يتم اليوم هو عبارة عن تداعيات، عبارة عن نتائج وليست أسباب. إن كنتم تريدوا حل هذه النتائج، انظروا ما هي الأسباب التي دفعت الناس يتحرروا بهذا الشكل. الأسباب هي أنكم تعاملتم مع الجنوب معاملة عن جهية، معاملة صلاح، معاملة عربلة سياسية، ومعاملة منطقة سياسية يمارسونها حتى هذه اللحظة. تعتقدوا أن الخارج سيمكنكم، ما كان عام 94 وصلتم إلى معاشيكم، ماذا حصل لكم بعد ذلك؟
اتمنى على العقلاء داخل حزب الاصلاح، وعندما اقول داخل حزب الاصلاح لان حزب الاصلاح هو الشرعيه، هو المهيمن المستحوذ على هذه الشرعيه، وهو فقط يستخدم منها عباره عن مظله فقط مثل ما استخدم احزاب اللقاء المشتركه في السنوات الاخيره لما كان يقابل نظام علي عبد الله صالح. ما يتم في القلوب باختصار شديد يا اخي الكريم، انت وصار المشاهدين، هو عملت مقاومه مشروع هذا الاحتلال. انت قبل قليل قال، انت قبل قليل قال ان شبوة تم تحريرها من الانتقالي، اي منطق هذا بالله عليك؟ اذا كان انتم تقولوا ان لكم حق تحرير الجنوب والجنوبيين، فلماذا لا نقول ان لنا حق نحن الجنوبيين ان نحرر الجنوب من الشماليين؟ مثل ما انتم في نفس الوقت وبصوره يعني قاصره وسابقه تقولوا انك انت تحرر الشمال من الشماليين. اذا معناته حرير الجنوب من الشماليين وغزه. فكما تدين تداني يا اخي. لابد بقليل من المنطق وقليل من العقل اذا كنت ترى انك تتعامل بمنطقيه وتتظاهر وتتلبس رجل الحكمه ورجل المنطق. أشكرك إذن سيد صلاح الصقلدي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وللتوضيح فقط، قناة بلقيس لا تدعم أي يعني في هذا السياق، ليس لها إلا عرض الآراء، وهي تنقل ما يعني يتداول في المواقع ولدى الناس ولدى الرأي العام وتعرضه، وأنت هنا لتمثيل وجهة النظر التي تؤمن بها، كما هو الحل بالنسبة للسيد عبد الرقيب الهدياني وكذا السيد علي الأحمدي. أعود إليك سيد علي الأحمدي في هذا السياق، يعني باعتقادك هل انتهت المعارك في شبوة أم أن هناك جولة أخرى منتظرة في الأيام القادمة؟ أولا أخي الكريم، يعني أنا أتوافق مع الأخ صلاح الثقلدي أنه بعد عام 94 حصل استبداد وحصل يعني عنجهية تجاه الجنوب وحصلت مظالم كثيرة يطول الحديث عنها ونتفق على هذا الأمر. لكن نحن الآن في عام 2019 يعني، ونحن أولاد اليوم، ونرى بأعيننا أن هناك أيضا استبداد في الجنوب يمارس من قبل طرف معين جنوبي يستقوي بالخارج. نفس المشهد، بل ربما المشهد الموجود الآن أسوأ من مشهد ما بعد 64. هناك سجون، هناك معتقلات، هناك صوت واحد، هناك ما يقوله الأخ صلاح هو من المثقفين والصحفيين أنه يتكلم باسم الجنوب. أنت شخص تدعي أنك مع الجنوب كله، لكنك تصر أن الجنوب هو رؤية واحدة ورأي واحد. الحقيقة أن القضية الجنوبية مع الأسف ضربت مرتين، ضربت في إعلان أن هناك طرف ومكون واحد فوضه الشعب الجنوبي. هذا هو قتل للقضية الجنوبية، أن يقال أن مكون سياسي هو المفوض باسم الشعب الجنوبي. المرة الأخرى وهو الآن عندما قتلت القضية الجنوبية أن هناك يعني استخدام السلاح واستقواء بالسلاح ضد الآخر الجنوبي. ما حصل في شبوة أن هناك طرف سياسي، المجلس الانتقالي في شبوة، يستقوي بالنخبة الشبوانية وغيرها من المكونات العسكرية ليقصي الجنوبيين الموجودين في السلطة المحلية في محافظة شبوة. الأحداث الجارية الآن أخي الكريم، طبعا بحسب متابعتنا الدقيقة الأخبار، الأمور مستتبة للسلطة الشرعية وللجيش في محافظة شبوة، ولكن الأمور لم تنتهي بعد، فلا زال الممول موجود، ولا زالت قواعده العسكرية، ولا زالت أمواله ومدرعاته التي عملت طوال 5 سنوات من تحرير عدن على يعني نشر الفوضى وتقويض أركان الدولة. منذ أن التقينا بالإخوة الإماراتيين بعد تحرير عدن نحن ننتظر أن يتم دعم مؤسسة الدولة. للأسف الشديد طوال 5 سنوات لم نرى إلا ميليشيا وفوضى ويعني تردي في الخدمات. والآن الأحداث في شبوة، أتوقع أن هناك جولات قادمة، جولات سياسية، جولات دبلوماسية، يجب أن يكون للحكومة الشرعية حضورها. أين سفراءنا؟ أين بعثاتنا في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وغيرها؟ أن ينبغي أن يكون هناك تحرك، الأحزاب السياسية ينبغي أن يكون لها حضور، أن يكون هناك تواصل يومي مع الشعب ومع الوجهات ومع القيادات ومع الرموز للمحافظة على الدولة. المعركة الآن هي معركة بقاء الدولة اليمنية، بقاء الشرعية اليمنية،
أمام مشروع فوضى خلاقة يمتد من ليبيا إلى السودان إلى سوريا إلى اليمن. نحن لسنا بمعزل عن هذا المشروع الذي يدار من غرفة عمليات واحدة، لا تريد الخير للأمة العربية، لا تريد الاستقرار للشعوب، تريد نشر الفوضى، وهذا ما يجري أقسم بالله أبعد ما يكون عن مصالح الشعوب، عن مصلحة سواء القضية الجنوبية أو القضية اليمنية أو أي قضية أخرى. لا يمكن أن تنتشر العدالة وتحقق الكرامة وتحقق يعني الاستقرار بنشر ميليشيا تتقاضى أموال ورواتب من دولة خارجية وتفرض رأي واحد ويعني توجه واحد. أخي الكريم، يعني من عوامل ثبات رجال شبوة هو ما رأوه في عدن من ممارسات لهذه الميليشيات، لهذه التي تستقبل بالسلاح على الضعفاء. رأينا بمقاطع الفيديو بكل وضوح ما تم من إهانة للمواطنين اليمنيين، من يعني حشرهم في السيارات، من معاملتهم معاملة أشبه معاملة الحيوانات، من اقتحام للبيوت، من نهب للمقنعات الشخصية في البيوت. عندما أتخيل أنا وأنا مواطن من أبناء شبوة أن هذا المشهد سيأتي إلى شبوة بهذه الصورة، مع العلم أن هناك من قيادات المجلس الانتقالي في شبوة من كان يهدد ويتوعد باقتحام منزل المحافظ، لم يقولوا سنستولي على مقر السلطة المحلية أو المعسكرات في شبوة، بل بكل هذه يعني الفجاجة والصلافة سندخل لبيت المحافظ. مع الأسف الشديد هذه الأخلاق وهذه السلوكيات التي لا تنتمي إلى الإسلام ولا إلى العروبة ولا إلى الروح اليمنية الكريمة هي ما كانت تهدد محافظة شبوة وباقي المحافظات. لذلك وقف الناس وصمدوا خلف المشروع الآمن، مشروع الدولة، مشروع الجمهورية، خلف ترعية الرئيس عبد الرب المنصور والذي يدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ووقف معنا الأشقاء في السعودية ونتوجه لهم شكرا لك. شكرا التقدير لهذا الموقف الذي لن ننساه أبدا. شكرا لك على تواجدك معنا في هذه الحلقة من عام حركة النهضة الجنوبية السيد علي الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، كما كان الشكر أو كما هو الشكر موصول لضيفي من عدن سيد عبد الرقيب الهدياني وصلاح السقلدي، ولكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.